مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. برنامجكم الحل بين يديك دائما ساعة كنتكلموا فيها على أمور كتهمكم وبطبيعة الحال كتهم النفسية ديالكم، وساعة كتكون فرصة باش نجاوبوا على كل أسئلتكم القانونية. فتحية طيبة لكم أوفياءنا الكرام أينما كنتم وأينما وجدتم، ومرحبا بكم في أسبوع جديد وفي لقاء متجدد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. حابين تواصلوا معنا، أرقامنا الهاتفية مفتوحة لكم، وأيضا عدة وسائل يمكن لكم تواصلوا معنا بها. تصلوا بنا على 05 22 46 72 50 51 52، أو لا تواصلوا معنا عبر الاسماس، غتكتبوا حل خليوا فراغ وصيفتوا الرسالة ديالكم ل 50 80، ثمن الرسالة 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج واللي هي الحل بين يديك، وهي فرصة باش نشكر كل أوفيانا الكرام اللي كيتزادوا نهار على نهار. كنشكركم على ثقتكم وعلى تواصلكم الدائم معنا عبر هذه الصفحة اللي فيها كنتقاسموا عدة يعني أمور مع بعضنا، وأيضا يعني الجميل في الأمر هو أنه شي كينصح شي وشي كيتقرب من شي. فكنرحب بكل أوفيانا الكرام بكل مستمعينا. أكيد أنه اللقاء مازال مستمر معكم أوفياءنا الكرام إلى حدود الساعة الرابعة، واليوم غادي نتكلموا على التردد. بزاف ديال الناس أولا الأسبوع غنخصوا الحديث عن التردد، ولكن اليوم غادي نتكلموا على التردد في حياتنا. بزاف ديال الناس كيقولك أنا بغيت ندير ولكن مازال ما قادرش، أو أنا بغيت نستغرب هذه الحاجة ولكن ما قادرش، أو أنا بغيت ناخذ هذا القرار في حياتي ولكن ما قادرش. هذا التردد شنو هو السبب ديالو وكيفاش كيخصنا نتعاملوا معه؟ طبيعة الحال هذا الشيء كله هو اللي غادي نعرفوه مع الكوتش منى الصباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. وحنا كنرحبوا بكم مستمعينا الكرام وبكل أوفيائنا اللي كيتابعونا دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. بطبيعة الحال غتكون فرصة أيضا مستمعينا الكرام باش نجاوبوا على كل أسئلتكم القانونية في الساعة الثانية. ما تنسوش يمكن لكم تواصلوا مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقد. غنتوقفوا مستمعينا اللحظة مع فاصل إعلاني قصير ورجع لكم أوفياءنا الكرام نواصلوا معكم هذا اللقاء المباشر إلى حدود الساعة الرابعة. بقوا معنا ما تمشيو فين. كم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم في هذا اللقاء المباشر اللي كيجمعنا بكم حتى الاربعاء العشيه. فمرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيانا الكرام بكل مستمعينا، ومعنا بطبيعه الحال كوتش منى الصباحي، مدربه معتمده في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. اهلا سكينه، لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. كوتش منى، اليوم غنتكلموا على التردد في اتخاذ القرارات. ربما هذه مساله اللي بزاف ديال الناس عندهم فيها مشكل، كيقدر اشياء تكون مصيريه في الحياه ولكن كنبقاو نقولوا ما نقدرش عليها، لا واقيلا نقدر عليها، لا ما نقدرش نديرها، لا واقيلا نقدر نديرها. كيبقى هاد الاسئله كيبقى هاد المساله يعني حاضره. فشنو هي تجربه اليوم؟ تجربه اليوم هي بالنسبه للتردد ديال واحد السيده، ولا التردد ماشي فقط في الاشياء المصيريه، كنقدروا نتردوا كتبدا في الاشياء البسيطه جدا، نشرب المناضه ولا نشرب الماء، نخرج مع 6 ونخرج مع 5، نطيب هذه ولا نطيب هذه. كتقدر تبدا في اشياء بسيطه اللي ما كنردولهاش البال، وكتطور كتولي كتشمل جميع جوانب الحياه. ندير الماستر هذا العام لا تعيلي حتى العام الجاي، نتانجاجا مثلا، نحاول انني ندير واحد، نكون اسره، نتزوج، لا دابا غدا الشهر الجاي، وبلاتي شويه. يعني التردد راه كيبدا من الاشياء البسيطه جدا، يعني اللي في الحياه ديالنا اليوميه، تلك الاشياء اللي خصها واحد لوكاليزاسيون، واحد لا بلانيفيكاسيون. فسعاد اللي نتكلموا عليها اليوم بدا مع المساله في الاول، كانت كتبغي الا بغات غي تختار ما بين مثلا مجموعه ديال المشروبات الغازيه، تقول هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، يعني واحد القرار اللي عاده كيكون واحد القرار بسيط، ناخذ هذه ولا ناخذ هذه، ماشي مشكل. اي جو باس كانت كتاخذ فيه وقت، في الاول كتعتبرها لعب، من بعد منها بدات كتنتشر بزاف ديال جوانب الحياه ديالها، لدرجه انه ولات باش تبدل الخدمه، ولات تفكر في الدراسه ديالها باش تطور العمل ديالها، ولا في لونغاجمون، كل شيء كتبقى ندير ولا ما نديرش، لا تعيلي غدا. والتردد كيتبعو التسويف،
لا بروكراستيناسيون، ندير هذه ولا ما نديرش هذه، صافي غدا هنديرها، ندير نتقيد في الماستر ولا ما نتقيدش، واش نتقيد في هذه المدرسه ولا في هذه المدرسه، ما كان نحس ان كاين واحد الثقل في اتخاذ القرار. عرفتي شنو؟ حتى الشهر الجاي ونشوف، واحد دابا داز هذا الشهر هذا خليه حتى العام الجاي، فداك قوه التردد وخاصه بالاشياء المصيريه كيتبعوا التسويف. فمن اشتغلت مع سعاد خدمنا اولا على شنو هي الاشياء اللي كتردد فيها، قسمناها لقسمين، الاشياء اللي عاديه ويوميه مثلا كيما قلت لك المشروبات الغازيه، او الا دخلت غير ان كافي لواحد المقهى وبغات تطلب شي حاجه كتبقى تتردد وتشوف الاثمنه وتشوف المشروبات وتشوف البارد وتشوف السخون، هذه فيها الشكلاط هذه فيها الشكلاط وهذه فيها هذه وهذه ما فيهاش هذه، يعني يقدر داك السيد اللي تيشتغل كيمشي ويجي عندها واحد ثلاثه اربعه المرات ويزال ما اتخذت قرارات، باش في التالي كترجع لشي شيء اللي يمكن خداته هذا الصباح وصافي، باش ما تبقاش في داك واش ناخذ ولا ما ناخذش، تقول لك ناخذ اتاي ولا قهوه وتخرج باب واسع من بعد داك التفكير كله. فجبنا هاد القرارات البسيطة اللي كل يوم كتقدر تاخدها، وجبنا القرارات اللي الحياة ديالها كتتعلق بها، يعني لا تاخدت قرار في القرية ولا في العمل ولا في الزواج ولا في مع الأسرة ديالها، ماشي قرار بسيط شربت أتاي إلا ما عجبنيش صافي غدا نقدر نشرب قهوة ولا مدبا شوية نبدلو. ف جبت هذيك القرارات البسيطه انها تقرر فيهم بطريقه اوتوماتيكيه بدون تفكير، ولو بلا ما تبقى واش يعجبني هذه ولا ما يعجبنيش هذه، نشرب اتاي او ندير هذه، يعني علاش؟ باش كنعودوا الدماغ ديالنا، لان كل شيء كيدوز بالعقل ديالنا وبالجهاز العصبي وبالسيستم اللي كان انستاليو في الدماغ ديالنا، فانها تعود انها تاخذ واحد اختيار سريع. هذه غير في الاشياء البسيطه، في الاشياء الاخرى اللي كتامباكتي او كتاثر على الحياه ديالها، درنا هاد القرارات اللي كتردد فيهم او اللي وتبعهم التسويف بيان سور، كاين شي حاجه اللي هذه 3 سنين ولا 4 سنين وهي مازال نديرها ما نديرهاش وصافي حتى من بعد، وبدينا نشوفوا لي غوتومبي ديالهم النتائج ديالهم، الا درت هذه ولا ما درتهاش شنو غيوقع، شنو هي التغييرات اللي غتوقع الايجابيه او السلبيه، شنو بات كيكون شي حاجه باغي نديرها ومتردد لاني كنقول راه عندها دي كونسيكونس او واحد النتائج السلبيه على الحياه ديالي اللي انا ما متقبلهاش. مثلا كنقول انا باغي ندير مثلا الماستر او باغي نكمل قرايتي او باغي ندير واحد تدريب في الويكاند، بالنسبه لي راه مزيان، ولكن الحاجه اللي كتخليني انها تبلوكني وكتخليني في التردد اني كنفكر الا درت الماستر نبدا نخدم السبت والحد، وبالتالي ما نبقاش نقدر نشوف والديا مثلا الا كنت كنشوفهم غير في الويكاند. فخدمنا على هذه الاشياء هذه، شنو هي النتائج الايجابيه ديال اتخاذ هذا القرار، وشنو هي النتائج او الجوانب اللي تقدر تكون سلبيه فيه، ودرنا ليفالواسيون التقييم ديال كل حاجه، ودرنا وقسمنا القرارات لمجموعه اشياء بسيطه، فعوض ما انني نقول ندير الماستر مثلا او نبدل الدار او هذا، فسعاد قسمت مسائل مثلا الماستر باش نبدا انني نشوف شنو هما لي برونش اللي كاين، شنو البرونش بعدا انا اللي باغا نتخصص فيها، باغا في هذه مزيان واش نتاكده وشنو هما النتائج ديالها على العمل ديالي، وكيفاش كنتوقع راسي الا درت هذا الماستر كيفاش الدخل ديالي هيتحسن المستوى هذه كنشوفوا داك المسائل كامله. من بعد منها كنقسموا الاشياء، اول مرحله باش انك تتقيد في الماستر شنو هي؟ تعرف لي زيكول، تعرف المدارس، تعرف لي بيدجي، شكون اللي بالفلوس، شكون اللي سوبونسيوني، شكون اللي هذا، كتقسمهم. من بعد منها كنشوف كل واحد مثلا لي دات ليميت ديالو، شنو هما المتطلبات ديال كل حاجه، فكنقسموا داك القرار الكبير الى مجموعه قرارات صغيره كيسهل علينا اتخاذ القرار فيها، وكتبان حتى لا فيزيبيليتي، كيبان واحد الوضوح في اتخاذ القرار. الا بديت مثلا خصني ندير ماستر كيبان لي داك الشيء كبير، ما الا بديت غير من المساله البسيطه بعدا شنو هي لا برونش، نقلب على المدارس، نسول نعيط للمدارس، نسول يصيفطوا لي ولا نمشي بيدي نجيب الاوراق ديالهم، نشوف كل حاجه، نقارن ما بيناتهم، نسول لونطوراج ديالي او المحيط ديالي او حتى المتخصصين شكون اللي احسن، شكون المدرسه اللي مثلا عندها تميز في هاد لابغونش او في هاد الشعبه هادي، كتجي المسائل ابسط. فبدات كتشتغل على كل قرار كتحس براسك كتردد فيه وكيتبعوا التسويف كيتبعوا لا بروكراستيناسيون بهذه الطريقه هادي، وال التحفيز يعني شنو بات في اللي يخلينا اننا نتردو، كيقدر يكون الخوف من النتائج، كيقدر يكون الخوف من الفشل، كيقدر يكون الخوف من النجاح، لان انا نجحت فهادي شنو ندير من بعد؟ ما نخليها كنخليها ستاند باي. فمين كنخدموا بهذيك الطريقه بحال هكا كيسهل علينا اتخاذ القرار، لان الرؤيه كتكون اوضح. نعم. وحتى التحفيز كيكسر. واكيد كوتش منى، يعني احنا مازال مواصلين معك هذا اللقاء بطبيعه الحال، وغادي نمشيو مباشره لاول رساله معنا كتقول السلام عليكم السكينه كوتش منى، كنشكركم بزاف. المهم انا واحد السيد ندمت على قرايتي بزاف على ومشيت درت التكوين المهني وانا ما مرتاحش فيه، لانني درت واحد الشعبه صعيبه، وديما كنبقى نفكر في القرايه اللي ضيعت، وكان نفكر في الناس اللي كنت منهم او صدقوا حسن مني، كنت حسن منهم او صدقوا حسن مني في الدراسه. عافاك نصحيني. انت يا تدير الجلد الذاتي، يعني فحال شي واحد هز واحد العصا ولا واحد السلسله ديال الحديد وتيخبط في راسه، واش هذا الخبيط هذا
تيخليك انك تزيد القدم، بالعكس هي تيجرحك اكثر، تيخليك تتمرض اكثر، كتجلس الارض. ففعض ما انني نركز على داكشي اللي في الماضي اللي ما نقدرش نصحو، صافي وقفتي القرايه ديالك فواحد المستوى معين، كانت واحد القرار خاطئ، كان طيش ديال المراهقه او الشباب او الظروف العائله او كاين بزاف ديال الاشياء اللي خلاتك انك تخلى عن الدراسه في ذاك الوقت، سي دو باسي، هذاك الماضي ما تقدرش تصلحه، ولكن استفد من الدروس ديالو. الناس اللي ولاو احسن منك واللي تحسنوا، هذه مقارنات خارجيه، ما عرفت حتى حاجه على الحياه ديالهم الداخليه، كيفاش دايره، شنو داروا في حياتهم، شنو نجحوا شنو ما نجحوش ايتترا. وكل ما كنقارنوا نفسنا بداكشي اللي داير الاخرين، كل ما كنعذبوا راسنا، لاننا كنحكموا على المظاهر فقط. فنخرجوا من هذه الدائره هذه ونشوف لان هذه الدائره دائره اشياء اللي انت ما كتقدرش تحكم فيها. فنخرج من دائره الاشياء اللي ما تنتحكمش فيها لدائره الاشياء اللي نقدر نتحكم فيها. شنو هي هذه الاشياء اللي نقدر نتحكم فيها؟ نرجع نشوف دابا هذه الشعبه اللي درتي، حيت صعيبه، مزيان انها صعيبه، الا كانت صعيبه يعني ماشي اي حد قادر عليها، يعني انها متميزه. فعثمان بقى نركز غير على الصعوبه، نركز على الشيء اللي تقدر توصلني ليه. الا كانت القرايه النظاميه يعني باقيه فيك حتى لهذه الدرجه، دفع بك حر. فعثمان بقى نقول كنت احسن منهم انا ودابا هما احسن مني وما عرفت شنو. هذا كما قلت لك مجرد جلد ذاتي، شي واحد كيضرب راسه كيعذب في راسه بدون اي نتيجه. نشوف شنو هي الشعبه اللي نقدر ندفع في الباك الحر ونوجد ليه ونرجع للدراسه. ما كيمنعك حتى حد، ما كنتي بانت لك المساله ثقيله وما قدرش عليها، او محتاج مثلا العمل ديالك الظروف الماديه او شيء اخر، نركز على الشعبه اللي داير انا، ولو ان الصعوبه اللي فيها ركل. كما قلت لك كل ما كانت الحاجه صعيبه كل ما كيكون واحد التميز اللي تابع ليها. شوف لي ديبوشي، شنو هاد الشعبه منين تدخل، شنو تقدر دير، كيفاش تقدر تطور نفسك. ماشي ولا دائما نفكر في راسي على اني انسلاغي، انني مستخدم عند شي حد. علاش من هاد الشعبه اللي انت داير مادام انها صعيبه يعني ما فيهاش الناس بزاف، ندير واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 6 شهور ديال الخبره، علاش ما نديرش انا العمل ديالي، ندير انا واحد شركه ولو انها تكون صغيره، نبدا بموظف شخصي، انا خدام لراسي، ومن بعد منها نطورها بشويه بشويه. يعني التطور ما محبوسش في الوقت وما متعلقش ولا بدغي بالدراسه. ما نمشيش لداكشي اللي انا حسيت براسي اني ضيعته ونبقى مركز عليه باش نزيد القدام بسهوله. نعم، واكيد مازال مواصلين كوتش، ناخذ معنا اتصال المستمعين دائما على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذ معنا لالا ساره من فاس، مرحبا بك لالا ساره. بارك الله فيك. السلام عليكم. وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تنشكركم على هذه البرامج اللي زوينه بزاف ديال ميد راديو كامله. الله يطول عمركم. الله عليكم. الله يكرم مثلكم. الله يخليك. تفيدوا الناس. مرحبا. كان عندي جوج نتاع اسئله، واحد نتاع مع هذا يعني الموضوع ديال اليوم، واحد ماشي مع الموضوع. الاولاني هو انا تنتردد بزاف، ماشي تنتردد، تنبقى نقول نديرها اليوم نديرها غدا نديرها غدا، حتى تنبقى غاده تلقى راسي شهر تجرني بشهر. ما عرفت زعما كيفاش نتعامل مع هذا المشكل. وثاني مشكل عندي هو انني انا مزوجه هادي دابا شي 4 سنين، ولا فامي ديال راجلي كانوا يعني ما تيتعاملوش معايا زوين، ما استقبلونيش من الاول مزيان، يعني ما تنحس براسي معاهم، ما تنحس مزيان، تنحس بهم انهم تيديروا الفرق، ما تيتعاملوش معايا مزيان. المهم بقيت انا صابره واحد العام ونص وانا هكا، ابخي فاش حملت وليت صافي اي هضره تقالت اي شي حاجه تمعنات ولا شي حاجه تتبقى فيا، وانا عمرني ما كنت تنبوح بهذا الشيء شي واحد، يعني تيبقى بيني وبين راسي. من بعد صافي ولا تيجيني اي واحد تيجيني شرير، ما بقاش تنحمل كاع الناس، ما بقاش نبغي كاع نختلط بهم ولا شي حاجه. من العائله ديال راجلك ولا كيبان لك كلشي اشرار؟ تيجيني كلشي لما كانش عندهم صلاحته فيك، ولا لما كنتيش مع عائلته ولا شي حاجه، صافي ما غاديش يبغيك. فسارة انت شنو كتنتظري منهم؟ عندك شي انتظارات معينه من هاد الناس؟ يعني محتاجه اليوم في شي حاجه عايشه معاهم؟ انا محتاجه، لا ما عايشه معاهم، انا محتاجه زعما غير بحال دابا في التليفون ولا شي حاجه ديما تتسمعي شي هضره ماشي هذيك، ديما تيبغيو يقلقوا اختي، تيبغيو بحال دابا بالعاني تبغي دير لنا شي حاجه غير هكا تبقى تضحك تقول لك ايوا نوت لكم الصداع، ايوا نوت لكم الصداع. انا داكشي تيضرني ما تيعجبنيش. شنو هذه الحمى ديالك؟ كيفاش نوت لكم الصداع؟ شنو الصداع كتنوت لكم؟
بحال دابا غير تقول شي حاجه، غير شي حاجه بحال دابا انا وياه ما تفاهمناش انا والزوج ديالي، هي تبدي تكمل وتبدا تضحك تقول لك ونوت لكم سطيع ولقيت لكم سلوكه وفي الاخر تخلينا هكاك. يعني بزاف نتاع بزاف بحال دابا فاش نكونوا عندهم ولا شي حاجه نسافروا عندهم بعادين علينا. هادشي هما بعادين عليكم؟ بعادين علينا، ولكن التليفون راه بحال شي قنابل كل نهار قنبوله. وانت اللي كتعيطي لهم ولا هما اللي كيعيطوا ليك ولا؟ انا كنت تنعيط، ولكن فاش تقول لي شي حوايج تي ديرونجيني ما بقيتش نعيط، ولكن ديما تنسمع شي هضره، اما هو تيقولها لي اما تتجي غير هكا، اما تنسمعو تيهضر تنفهم كيفاش انا اصلا واقيلا بطبيعي حساسه بزاف. ودابا مؤخرا ما بقيتش نقدر تنعس بالليل، فاش نعس بالليل مع مؤخرا قلت له كل شيء، قلت له انا شوف اللي فلاش اللي وقعوا لي وقعوا لي وقعوا، انا ما بقيتش قادره نصبر. ايوا وكيفاش كانت ردت الفعل الزوج ديالك؟ تفاجئ هو ما يتحابوش كاين، ولكن انا قلت له شي حوايج اللي هكا معروفين وكان شافهم قدام عينو ولكن ما داش فيهم. اصلا الرجال بطبعهم ما تيديوش الهضره نتاع العيالات، ما تديهمش ما تيفهموهاش. وخسارة بقي معنا، غادي نمشيو فاصل اعلاني قصير وراجعين معك. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما الى حدود الساعه 4. كنرحب بكل اوفيائنا الكرام، وغادي نرجعوا مباشره للمداخله ديال ساره. مازال معنا لاله ساره؟ نعم مازال معكم. نعم تفضلي كوتش منى. ساره كنت كنتكلم معك قلتي ان الزوج ديالك هو اصلا ما كانش مع مرور رد البال لهذا الشيء ياك؟ نعم. وانت بالنسبه ل لا هذيك لي زانتربريتاسيون كيفاش كتفسري الاشياء، واش دابا هما ما تيهضروش معك ياك؟ لا تيتقالوا شي حوايج هكا باش كتعرفيهم بينها كيف... لا تيكونوا واضحين زعما ماشي غير انا تنانتربريتي ولا شي حاجه. لدرجه انه مؤخرا في عيد صغير فاش مشينا الاخ ديالو ما تيهضرش معايا نهائيا، وانا ما عرفتش علاش، قلت له ما عرفتش علاش فلان ما تيهضرش معايا، وفي الاخر قالوا لي صافي هكاك داير صافي اكسبتي هكاك. هو ماشي هكاك داير، انا بوحدي ما عرفتش علاش ما تيهضرش معايا فهمتيني. ساره شحال السن ديالك دابا؟ 24. 24 سنه، ربع سنين هذه وانت انا مزوجه ياك؟ نعم. ساره شوفي الا دخلتي راسك في داك الدائره ديال خصني نفهم المعنى، وعلاش هذا هضر وعلاش هذا ما هضرش وعلاش هذا شاف بحال هكا وهذا ما شافش بحال هكا، ما عمرك ترتاح في حياتك. لان وخاصه الا كانت شي حاجه، يعني ماشي تنقول لك انهم ما كاينش حشيه الهضره ولا ما تيوصلوا لك شي معاني، ولا نفرضوا ان صحيح هذاك الشيء، الا انت كنتي بمستوى يعني كنتي ذكيه وكتفهمي هذاك الشيء خصك تكوني اذكي اذكى من ذلك وتغاضي عليه. ديري راسك ما فهمتيش، لان الانسان اللي كيبغي. نعم المشكل اللي وقع لي هو انني انا في الدار كنت يعني مربيه واحد الترابي ما تنديها حتى شي حاجه فهمتيني، ما عنديش كاع شي واحد راه غادي يقدر اديني ولا يقول لي شي حاجه ماشي هي هذيك. فاش مشيت زعما عندهم يعني مشيت بحال داخله عند عائلتي عاوتاني، في الاخر ما لقيتش داك الشيء، هذا هو اللي صدمني انا. ما لقيتش داك الشيء اللي كنت انا متوقع انهم كما انا تنبغيهم، بصح انا تنبغيهم وما ما تيبغيونيش فهمتيني، هذا الشيء اللي بقى فيا. ولكن كيفاش ندير نخرج من هذه الحاله؟ ما بقاش انا كاع نفكر صافي دبر راسهم يبغوني ولا ما نبغيهمش فهمتيني. ساره انه ماشي بحال عائلتك، يعني هذا امر طبيعي، حتى حد ما بحال العائله ديال الاخر، ماشي معناتها انهم أسوأ ولا احسن ولا، ولكن راه كل يعني كنا كافراد مختلفين، ولو اننا نكون عايشين في دار واحده كتلقاي الخوت مربي نفس التربيه مع نفس الوالدين في نفس لي كونديسيون في نفس الدار، ومع ذلك كل واحد بالشخصيه ديالو والاهتمامات ديالو والطريقه ديالو والمحنه ديالو واللي حنين واللي ماشي حنين، فهادو الخوت. فما بالك في اسر اللي كل واحد فيهم كيفاش تربى، كل واحد فيهم بالتاريخ ديالو، كل واحد فيهم بالعلاقات ديالو والتجارب ديالو. فهنايا المساله كانت مساله انتظارات من طرفك، اني داخله لواحد الاسره وداخله لواحد العائله جديده وكننتظر انهم يكونوا في حال عائلتي وانهم يعملوا في حي بحال هكا، ولاني انا مثلا قلت انك تتبغيهم وانك التعامل ديالك يعني عن حسن نيه وكتنتظري ان يكون واحد الحب متبادل، هادو انتظارات ديالك انتين، يعني انتين ملي كيكون عندنا واحد الانتظار غالبا ما يقابل بلا فرستراسيون، بواحد النوع ديال
احساس بالنقص. علاش؟ لاننا ما كنلقاوش داك الشيء اللي متوقعينه. ففعظم انك تدخلي في هذه الدائره ديال الانتظارات، وفعظم انك خصهم يبغيوني خصني نبغيهم، وخصهم يعملوا لي وخصهم ما يعملوا لهم. هي عائله كما هي، فديجا انت ما كتشوفيهمش بزاف، قلتي انهم بعادين، ف زيارات او السفر اللي عندهم او يعني محدد في الزمن، ماشي كل سيمانه ولا حتى كل شهر. هذه من جهه، هذا ستان افونتاج، يعني واحد الميزه، كيقلل الاحتكاك وتيقلل داك الهضره والمعاني ودارت وفعلت وشتك وشتيني، من جهه. من جهه اخرى انت فعلت مع بقات تركز على عيطوا لراجلي، عيط ليهم، قالوا ليه، قالوا ليهم، ركزي على داك الشيء اللي تقدري عليه، اللي هو العلاقه ديالك مع الزوج ديالك. فعطوا ان باش فحال نقول لك شي واحد كيبني واحد البناء، الا كان البناء من القش الريح اللي جات كتطيحو، كتبقى تقول شتي الريح جات مجهده، ايوا الريح هي السبب. فحين الا كان البناء مصوب بالبيطون، وداك البيطون مبني على الصح ومبني مقاد، تجي الشتا تجي العاصفه تجي هذا، كيبقى دائما داك البناء مبني على الصح، كيقدر يواجه داكشي اللي جاي من على برا، داكشي اللي حنا ما كنتحكموش فيه. فبعض ما نركز عليهم هما كيعملوا ليا، كيقولوا ليا، كيفعلوا ليا، انك ما عمرك كتقدر تغير الناس. نركز على لو فوي ديالي، على الاسره ديالي، على علاقتي بالزوج ديالي. هذه من جهه. من جهه اخرى انك كما قلت لك، الا كنتي ذكيه وكتفهمي المعاني وكتفهمي الهضره، نكون اذكى من ذلك ونتغاضى عليها. بالعكس، احسن طريقه باش انك تحيد لشي واحد هذه القضيه انه يبقى معك في المعاني، سير معاه في الخط. ما تحسبي انه كيمعني عليك، سير. يقول لك مثلا كيعاود لك على شي حد باش انه يوصل لك هو الميساج اللي كنتين، نقول هي بصح داكشي اللي قلتي عندك فيه الحق، الواحد خصو يدير ويفعل ويترك. الانسان اللي كيبقى للمعاني وكيحس ان داك المعاني انت راه ما كيوصلوكش، ما يقدرش يستمر فيهم، وما كيستمر فيهم الا لانه كيحس انهم عندهم واحد لفي، واحد التاثير عليك. الحاجه الاخرى هي انني نتعامل بصراحه. مثلا قلتي انت صبرتي 4 سنين وعاد مشيتي قلتي لراجلك هذه درتني وهذه ما درتنيش وهذه فعلت لي وهذه ما فعلتليش. بالطبع من بعد ما اني نتغاضى على داك الشيء اللي غير مجموعه ديال الدواخل، شي شوائب اللي كتنغص لي الحياه ديالي، نمشي للاساسيات نشتغل عليهم. ولا ما عرفتش كيفاش نوصل لك الفكره ديال فعطمة نركز على داكشي اللي ما كنتحكمش فيه، نركز على داكشي اللي كنتحكم فيه واللي نقدر انني نغيره. نعم، وناخذ معنا اتصال اخر. معنا نجوى من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله نجوى. الو، مرحبا لاله، تفضلي. بارك الله فيك. انت انا ورثت القسم الحديه. تفضلي لاله. انا عندي، انا اللي اتصلت بكم. مرحبا، ذكرينا لاله نجوى. انا نجوى، قلت لك عندي راجل جوج راجل كبر مني. دابا انا مشكله مع نفسي. لاله نجوى. الو، وي كنسمعك لاله. وي لاله، تفضلي. قلت لك انا مشكله مع نفسي. المشكل اللي عندي انني انا ما كنقدرش نواجه الانسان. كنحس يعني انا عارفه بانني انا هما ظالميني، ولكن باش كنقدر نقول لمرات هما ظالميني، كنرد بحال كنرد راسي انا اللي ظالمه، وكنمشي نعتذر منهم ونقول لهم صافي سمحوا لي وانا الغلط مني. شكون هما؟ لانه غير سمحي لي نجوى باش نذكر القصه ديالك. كنتي قلتي لنا بلي مزوجه براجل كبر منك وعنده الاولاد. لا لا، انا اللي قلت لك انا مزوجه، عندي 23 عام وخد راجل عنده 60 عام. ها دابا انا هذا ما قدرش نواجهه، ما قدرش نواجهه، نقول لي انا ما مرتاحش معاك، وانا ما حسش بديك الطعم ديال انني انا مرة مجوجة. طبيعي. ما قدرش نقولها ليه. انا قبل ما نجي لهم انسان كنبكي، قبل ما نجي نقول الانسان ما قدرتي فيا ودرتي فيا، وكنسمعوا فيك يعني كنسمع الانسان كيهضر فيا، وقبل ما نجي نقول لي ما قدرتي فيا كنبكي، ما كنقدرش نقولها كنبدا نبكي. نجوى دابا السن ديالك حاليا 23 سنة. 23. شحال هادي من سنة وانتي مزوجة بهذا السيد؟ دابا يعني ما بين الخطوبة وداك الشيء شي 5 سنين. 5 سنوات. خمس سنين. يعني مين كان عندك تقريبا 18 سنة. شي 5 سنين دابا ما بين الخطبة وجواز 5 سنين. يعني انتي كان عندك 18 سنة و55، هو عنده 55 سنة. شنو اللي خلاك نجوى تقبلي هذا الزواج هذا من الأول؟ أنا في الأول، في الأول صراحة شفت فيه داك الشيء اللي ما كنتش كنلقاه في با، ما كنتش كنلقاه في الوالد ديالي، لقيت فيه داك الحنان وداك الشيء. الوالد ديالي كان قبيح، هاد الشيء اللي ملي جيت كنشوف، ملي جيت كنشوف راسي أنا ما كنتش نقول ليه، لما يوصل معايا أننا نديرو الحق داك الشيء، ما كنتش نقول لا، ما كنتش نقول لا. تخيلي أنا عند العدول ما سولنيش واش تيقابلو ولا ما قابلاش، بغيتو يسولني، بغيتو باش نقول ليه يعني غير ولو ما نقولش ليه، اللي يشوف في عيني انني انا ما قابلاش.
تخيلي انا كنسيني وكنبكي كنبكي كنبكي كتقول لي الوالده انا كي كنقول لها ما قديتش كنبكي كنبكي عرفتي بحال ما شنو واقع ليا ما قديتش نقول لي لا باش نقول لي لا ما قديتش يعني دابا انا خاصك انا كنعيش في عذاب انا عييت عرفتي بحال شي حاجه حاطه ليا على صدري عييت حاسه داكشي خانقني وانا كنحس براسي الحاجه كنحيدها من راسي كنت على خواتاتي انا هادشي دارني انا ديك كنحس براسي حنينه بلا قياس وديك المحنه ديالي انا بغيت نحيدها مني لانه معذباني يعني انا الناس كيشوفوا ضعف مني كيشوفوا انني كنخاف منهم كيشوفوني انني كنعبدهم كيشوفوا كتخيل الحاجه كنكون انا ديالتي وكنسمح في راسي ونعطيها لهم غير باش يضحكوهم غير باش كنسمح في حق لواحد الدرجه ما تخيلش على البال ما كنقولش لا ما كنبغيش نجر كنقول كلمة عوض على كنقول كلمة العيب كنخرجها زوينة باش داك الإنسان ما يتجرحش ولو هو كيجرحوني جوا المسألة اسمح لي قطعتك لأنه واخا نبقى معك حتى لتكمل يعني هاد الحصة الإذاعية ديال اللي ما بقاش فيها حتى 16 دقيقة ما نقدرش زعما نكون نعطيك شي حلول ولا نعاونك بالإيجاد الحل فشوفي الله يخليك خدي بقاي على الاتصال وخدي الرقم ديالي من عند الستوندار من سميحة وأنا نستقبلك عندي في المكتب بالمجان مرحبا بك باش نتكلموا فهمتي مطولا في المسألة لأن المسألة سنين ترسبات وتراكمات ماشي اللي هتحل في جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق ديال الميديا حنا راه كنحاولوا غير نعطيو بعض الإرشادات يعني العمل ديالنا غير ماشي عميق انا بغيت غير نعرف كيفاش نحاول نبدل راسي من هادشي اللي انا ورا من اجل باش نشتغل معاك على كيفاش تبدلي راسك وعلى باش تفهمي المشكل منين جاي راه ما تيدارش هادشي في جوج دقائق وثلاثه دقائق لان راه سنوات هادي واخا اذا لا غير ما تقطعيش لا تقطعي الرقم ديالي انا غنبدا دابا عند ستاندر سميحه وبطبيعه الحال غادي تعطيك رقم الهاتفي الكوتش منى اللي مشكوره على تكفلها بطبيعه الحال بالحاله ديالك بالمجان غادي نشوف فاصل اعلاني مستمعينا الكرام وراجعين معكم دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وحكي لي نقصتك مع الكوتش منى الصباحي وغنمشيو ناخذ معنا اتصال اخر معنا اسماء من فاس مرحبا بك لاله اسماء السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته انا فرحانه بزاف ملي تهضرت معك هاد المره مرحبا بلالا الله يطول لي عمرك لاله يخليك مرحبا لك كيحمقني الله يطول لي عمرك الله يشرف مقدارك لاله يخليك شكرا عرفتي سو كاينه تزني قلت لاله اسمع عرفتي صافي صافي سيمونا عندك شي اللي نقول حقها راه قليل عليها الله يطول لي عمرك لاله يخليك هي نورت لنا حياتنا سهل 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 بارك الله فيك البرنامج ديالكم كله الصراحه الله يطول عمرك بدا انا نورات لي لا اختك مرحبا مرحبا بلاله اسماء شكرا تفضلي سمحي لي انا شويه مفرعه وفرحانه وبزاف نطلقوا عليا واخا لالا مرحبا على راحتك مساء النور اختي منى نعم لاله اسماء تفضلي منى بعدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا بزاف اخي نورتي بحياتي بعدا نسيا بخصوص الله يطول عمرك يا اسماء الله يزيدك نور على نور ان شاء الله شكرا بزاف انا مثلا عندي واحد المشكل هو انني عندي ثقه في النفس ما كنثقش في راسي بزاف ما عرفتش شنو معناتها ما كتثقيش في راسك اسماء كيفاش زعما كتبان لك انك ما كتثقيش في راسك مثلا يعني دابا خصنا كنا بحال نفس الموضوع يعني كتراجع اليوم بحال دابا كنبان لي حاجه ما كنقدرش ياك حيت ما كنثقش في راسي نقول ما نقدرش عليها ما نقدرش نديرها ما شنو هي هاد الحاجه اللي كتبغي ديري وكتقولي راني ما نقدرش نديرها مثلا عطيني شي مثال عليها مثال انا دابا كاين يعني واحد الانسان خاطبني يعني خاطبني مختار انا اليوم وضم الضغط انني كنفكر مثلا باش نزيد القسم انا وياه كنخاف خايفه مع انني نتزوج بيه ما نكملش بحال هكا اسماء شحال السن ديالك؟ 24 باردون شحال؟ 24 27 27 سمحي لي كتقراي كتخدمي شنو كديري في حياتك؟ خدامه حاليا قلتي انك انت تكلمتي بالضبط على الارتباط بهذا الشخص واش الارتباط بصفه عامه عندك خوف منه ولا هذا الشخص هذا بالضبط لا بصفه عامه المهم عطيت انا غير مثال معه هو اما عندي هذه المشكل مع كل شيء يعني كنخاف بزاف ما كنثقش بزاف ما كنثقش بحال دابا الناس ما كنثقش في راسي المهم انا ما فاهمتش
فاهمه، بغيت نخرج من هذه الحاله ولكن ما قدرت. واخا اسمع اسمع، حيت شحال من واحد كيقول لك انا مثلا انت من هضرتي على الامثله حطيتي المساله ديال الارتباط. كاين اللي عنده الخوف من الارتباط، كاين هذا خوف بالضبط، يعني يقدر يكون عنده ثقه بالنفس وظريف وغزال وما عنده الاصدقاء والصديقات وكل شيء، ولكن من كيوصل للمساله ديال الزواج كيولي كل ساعه في مشروع جديد، ولا هذه مزيان وهذه ما مزيانش. نعم اسمع، مثلا واخا مخطوبين ماشي كيقول لي انت يضحك عليا، راه ماشي يعني الثقه ديالي ما دايرهش في الثقه، ما مرتاحالوش اسماء؟ لا مرتاحه بالعكس، مرتاحه والناس مش في حاجه خايبه، ولكن انا كنبقى جالسه مع راسي كنصور راسي كنقول عندها كيكون كيضحك عليا، عندها كيكون ماشي كيكذب، عندها كيمشي يديني ينتقم مني بحال هكايا، اللي كيأثر كيجي ولا ما عنديش علاقه، ما عنديش عرفت كيفاش، فاهمة فهمتها خايب. اسمع هنايا يقدر يكون داك الافكار السائده، داكشي باش قلت لك انا، انت عطيتينا مثال على الارتباط، هاد الافكار السائده اللي كان الا كانت عندك الافكار السائده السلبيه كيتسمى لوتو سابوتاج، كيكون عندنا واحد لو سيستيم ديال التدمير الذاتي، كل ما كنبغي نعمل شي حاجه ماشي يعني فقط غير الارتباط، مادام انت شرحتي انها يعني متعلقه بزاف ديال الجوانب الحياه ديالك، كل ما كنبغي نقوم بشي حاجه الا كيخرجوا لي دوك الافكار السلبيه وداك الاشياء اللي كتقول لي هاد الشيء اللي هاديري ما خصوش يدير او عندك ديريه، او كتميل كاع الجوانب السلبيه او النتائج السلبيه اللي تقدر توقع. نعم مزيان الانسان يكون عنده واحد الحذر في اتخاذ القرارات، خاصه القرارات المصيريه، الزواج، العمل، شراء منزل او سكن بمدينه بمدينه اخرى، هادو حتى الدراسه، قرارات مصيريه يعني كتاثر على الحياه ديالنا على الاقل لواحد المده ديال الواحد الفتره من الزمن اللي ما كتكونش سهله. فالاسماء فاطمه تقولي انا ما عنديش الثقه بالنفس او ما عنديش هذه او ما عنديش هذه، عاودي النظر في الافكار السائده عندك، شنو انت كيفاش كتنظري للنفس ديالك، شنو هي لي ميساج الرسائل اللي كتعطي لنفسك على نفسك، كيفاش انت كتشوفي نفسك، واش كتشوفي ان نفسك واحد الانسانه اللي كتستحق الحب والاحترام والنجاح والاشياء الجميله اللي محيطه بك، ولا كتشوفي ان لا هذه خاصه ما ناقصانيش، هذه ناقصاني وهذه ما خاصاني وهذه خاصها دار، ولا تمي كتجيك شي حاجه مزيانه كتشوفي فيها الجانب السلبي، هذو الفرد البال الافكار السائده اللي عندك، هذه من جهه، من جهه اخرى اسماء فعوض ما انك تقولي اني ما عنديش ثقه بالنفس، شوفي الاسئله اللي كنطرحوا على النفس ديالنا كتوجه القرارات ديالنا وكتوجه الحياه ديالنا، فعوض ما اني نقول لراسي ما عنديش ثقه بالنفس او هذا راه كيتفلى عليا، او كيفاش نقدر مثلا انني نكون ثقه بالنفس، كيفاش انني نكون ثقه بالنفس، مزيان انك اتصلتي بنا اليوم نعطيوك بعض الافكار، ماشي نعطيوك حلول، بعض الافكار، انت تبارك الله قاريه وخدامه، ادخلي للانترنت وقلبي، كاينين دي سيمينار، كاينين دروس على الانترنت ديال الثقه بالنفس، كاينين دروس على تغيير الافكار السائده، كاين دروس على الاهداف في الحياه، كيفاش انها تكون عندنا اهداف. هنايا مثلا المثال اللي عطيتينا هو التردد في اختيار الشريك. نعم واش هذا مزيان ولا ماشي مزيان، ولو ان لي سيني اكستيريور يعني العلامات الخارجيه قلتي كيتعامل معك مزيان وظريف وهذه وهذه، الا انك كتقولي ويلا كان خايب ويلا كان ما هذا، هذه غنتكلموا ان شاء الله عليها بتفصيل اكثر غدا في التردد في اختيار الشريك ديال الحياه، خليكي معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا باش تعرفي بلوس دو ديتاي على هذه المساله. اللي نقول لك بالنسبه لحياتك اسماء ربطيها باهداف، تقلبي على التوازن في الحياه ديالك، فوطما انك تخلي الافكار السلبيه تاثر عليك، جلس مع راسك واحد الجلسه، خذ رونديفو مع راسك، هذه قليل فينا اللي كيديرها ولو انها راه مهمه بزاف، فاطمه نجلس مع راسي واحد كنخمم غير في داكشي اللي خايب وهذه ما مزياناش وهذه دارت وهذه ما دارتش وهذه ما نقدرش نديرها، نجلس مع راسي ونحط حدايا واحد الورقه وستيلو ونشوف الحياه ديالي شنو هي الجوانب ديال الحياه ديالي، المحاور ديال الحياه ديالي كل حاجه شنو كندير فيها، الجانب الروحاني، العلاقه بالله عز وجل، الجانب اللي دابا انت كتقرري فيه اللي هو الزواج، الجانب ديال العلاقات ديالي مع العائله، العمل، الجانب المادي، كيفاش كنتصرف في المال ديالي، الجانب الصحه، الجانب ديال المجتمع، فهي مجموعه ديال المحاور اللي خصني يكون عندي اهداف فيها كاملين، الا ما كانوش عندي اهداف في الحياه ديالي كيولي اي حاجه
كتستدعي التردد. اي حاجه ما كنقدرش نتحرك فيها علاش؟ لان ما كاينش واحد الصوره واضحه، والصوره ما كتوضح الا اذا كانوا عندي اهداف. فما تبقى تكرر لنفسك ما عنديش ثقه بنفسي، ما عنديش ثقه بنفسي، كنخاف من اي حاجه، قلب على الحلول بطريقه ايجابيه. فما اني نقول ما عندي كنخاف، ما قدرتش، ما عرفتش كيفاش نقدر نتجاوز هذا الخوف، كيفاش نقدر نربي الثقه بالنفس، كيفاش نقدر انني نصلح بعض الجوانب الحياه ديالي. وقبل من هادشي كاع كامل، شنو باغا انت تحقق في الحياه ديالك؟ خايفه من هادي، ما عارفاش هادي، خايفه من ان هادي ما توقعش بحال هكا، ان هاد السيد ما يكونش في المستوى، ان هادشي يكون كله واحد الوهم. ولكن انت في حد ذاتك شنو باغا تحقق في حياتك؟ يعني ما تنتظرش ان الناس يعرفوا لك شنو داكشي اللي انت باغا مثلا. وبزاف الناس كتوقع لهم هذه المساله في الزواج، كنتظر ان الطرف الاخر هو يعرفني انا شنو باغيه ويتصرف انطلاقا منه ويحقق لي واحد الاحلام او واحد الاهداف اللي انا براسي ما موضحهمش لا مع راسي ولا مع الطرف الاخر. نعم، واكيد كوتش منى ما سخيناش بيك، ولكن الوقت مر بسرعه. كنشكرك على كل هذه المعلومات اللي تقسمتيها معنا، والموعد غيتجدد بك غدا باذن الله. ان شاء الله غدا غنتكلموا على التردد في اختيار شريك الحياه في طبيعه الحال مع الكوتش منى صباحي. مشكوره جزيل الشكر. اكيد مستمعينا الكرام واصلين معكم هذا اللقاء، غنتوقفوا مع هذا الاختيار في انتظار ان يودع كوتش منى، ونستقبلوا جميع الاستاذ سعيد الناوي للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. بقاو معنا ما تمشيو فين.